فيما يخص القيروان هي معرفة حاجة الناس في ذاك القاطع اللي تهيئة عودة باقي العوائل اللي موجودة في المخيمات، معرفة احتياجاتهم. كان لنا زيارة هذا اليوم. كان المشكلة الأكبر في منطقة القيروان هي موضوع ماء الشرب. تم الاتفاق على تأمين حوضيات لنقل 200 متر مكعب من المناطق القريبة من الماء الصالح والشرب بالتنسيق مع منظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني، بالإضافة إلى أنه الحكومة المحلية في نينوى سوف تتبنى كذلك المساهمة بنقل 100 متر مكعب لغرض تأمينها إلى المواطنين. هذه كمرحلة أولى. بالإضافة إلى ذلك كان خصصنا مبلغ لشراء 3 سيارات حوضية سعة 16,000 متر مكعب. هاي تكون مخصصة إلى بلدية القيروان لغرض ضمان وجود سيارة تنقل الماء الصالح للشرب بشكل مستمر إلى الأهالي، والشروع بإكمال الخط الناقل بمسافة ما يقارب 10 كيلومتر من مناطق القريبة إلى شبكة الماء الصالح والشرب. حاليا تم توجيه الجهات المعنية في دائرة الماء لغرض دراسة الواقع في ذاك القاطع للمباشرة بإعداد تصاميم للمرحلة القادمة، معالجة تجهيز الماء بشكل متكامل لهذا القاطع. بالإضافة إلى ذلك موضوع الطرق، هناك خطة من قبل التطوير الريفي بالإضافة إلى معاملة الإعمار لإكساء وتبليط الكثير من الطرق في ذاك القاطع وصيانة الأبنية الحكومية، مراجعة موضوع الكادر التدريسي، لأن غالبية العوائل النازحة اللي رجعت سوف يباشر أبنائها من أبنائنا العائدين إلى تلك المناطق لغرض المباشرة بالفصول الدراسية في مناطقهم، بالإضافة إلى موضوع الكادر الصحي الحقيقة يحتاج إلى مراجعة في ذاك القاطع. سوف يتم التنسيق مع الجهات المعنية لغرض حل هذه الإشكالات تباعا. أما فيما يخص المحلبية فكان زيارة الاطلاع على الواقع اللي موجود، وكان لنا زيارة إلى بعض القرى المحيطة والتابعة إلى ناحية المحلبية للاطلاع على احتياجات تلك المناطق ومحاولة تأمينها وإدراجها بالخطط القادمة إن شاء الله.